حريق اندلع في مبنى مؤلف من 7 طبقات قرب مدينة ليون وسط شرق فرنسا أسفر عن مقتل 10 أشخاص بينهم 5 أطفال وإصابة 14 آخرين بينهم 4 في حالة حرجة حسب ما أعلنت الإدارة المحلية لمدينة ليون. السلطات المحلية قالت إن الحريق الذي لا يزال مصدره مجهولاً قد أخمد وسبب الحريق لم يعرف بعد وشارك نحو 170 عنصر إطفاء في موقع الحادث. الوزير المنتدب المسؤول عن المدن والإسكان أوليفيي كلاين قال عبر تويتر إنه طلب من السلطات المحلية تأمين الدعم وأنه سيتوجه إلى مكان الواقعة ليكون إلى جانب الساكنة.